السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. المهم كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نخدموا هذا العود. هذا هنا بالنسبه لنا شنو غادي نحتاجوا ليه؟ فغنحتاجوا ليه هاد الزواقه هادي، هذا البنات البابي بان ديال الحيط اللي كيدار الحيط. المهم راه كنسبق تخدمت معكم جوج بلاطوات، ديك الساعه ما كنتش عرفت، يعني كنت شاكه فيه ولكن ما كنتش متيقنه منه، لانه يعني انا غير كان فهمتي كما قلت لكم جابوا لي واحد السيد قال لي جربيه. ايوا المهم انا ملي خدمته صدق ليا وعجبني مزيان في الخدمه، فاضطريت نعاود نزيد نكمل الخدمه اللي عرفتو ديالها. قلت انا نخدمه وندخلو نيت هكا نديرو به مثلا حوايج هكا زوينين نستغلوه. المهم انا بالنسبه لي غادي ناخذ هذا الطرف هذا، وغادي ناخذ الطرف اللي كنت سبقت وخدمته معاكم هو هذا. انا غادي نقطع الطروفه اللي انا محتاجاها ومن بعد نطلقها. انا هنايا من بعد ما قطعتهم فانا هنا غادي نحاول نجيب هذه هنا في النص هكا في الوسط هذا بهذا الشكل. هنا غادي نعبر من هنا لهنا وغادي نعبر من هنا لهنا باش نجيبها دائما تبقى عندي في الوسط. انا هنايا من بعد ما خديت هذا الوسط غادي نجي غادي ندير له بحال هكا. انا هنا بغيت ندير هكا باش نبقى عاقله على الوسط، وفي نفس الوقت باش ما بغيتش تجيني مثلا جهه طالعه وجهه نازله اولا، باش يجوني كلهم قادين. كما كذا صافي انا خديت هذا الوسط هذا، فغنجي هنايا غادي ندهنو بالكولا دابا واحد شويه بحال ما هكا. انا غادي ندهن الكولا هنايا وغادي ندير شويه الكولا هنا في هذا البابي هذا بحال هكا. المهم انا غادي نكمل هذه المرحله هذه كلها من بعد نعاود نطلقها. انا هنايا من بعد ما لصقت هذه الجهه هذه انتما شفتوا هنا الطريقه كيف، فغادي نبقى نضغط عليها مزيان هكا حتى تلصق ليا مزيان. المهم حاولت انا قديت هنا شويه نقصو ولكن مازال غادي نقادو، لانه يعني غادي نخليه حتى يكرم مزيان كما كتشوفوا هكا. خصني نبقى دائما نضغط عليه مزيان بحال هكا. وهنايا غادي كنحاول ما امكن اني كنلاصق هادو مزيان باش ما يجيونيش باينين هاد الزديه هذه، باش ما تجيش هكا باينه يعني هكا. المهم حنا جبنا زواق زوينه. المهم ها نتوما دابا شفتوا كيفاش هنايا طريقة التلصيق. انا حاولت نجيب هاد الزواق هكا في الوسط، هادي درتها في الوسط يعني عبرت قد من هنا لهنايا من هنا لهنايا باش تجيني هكا، تجيني هادي في الوسط مزيان. ونف بنفس الطريقه هادي، هادي راه على اين راه ماشي مشكله. دابا غادي نكمل هاد الجهه، غادي كما لصقت هذا علاش قلت لكم انا هنا نجيبو هادي في الوسط حيت هكا باش نخدمو هادي في الوسط ونشوفو الجناب واش غادي نديرو فيهم. انا لصقت هادي في الوسط، فملي عبرت هادي جاتني لانه عرفت هادي ما غاديش تجيني مقاده مزيان، فاضطريت ندير هادي في الوسط ودرت هادي هنا في الجناب. ونفس الطريقه كما خدمت هادي غادي نخدم دابا هاد الجهه، يعني باش نجيبهم هكا كلهم عبار واحد. المهم انا غادي نكمل هاد المرحله وغادي نخليها حتى تنشف ومن بعد نتلاقاو. انا هنايا من بعد ما نشفت ليا مزيان هنا كما كتشوفوا ها هي نشفات. هنايا انا هنايا غادي ناخذ هذيك لاباط اللي كنت صوبت معكم لاباط جيسوية هادي، هانتوما هنا كما كتشوفوا هنا ثقيله ها هي شفتيها هنايا، يعني كي كتولي ملي كتبقى، وانا بغيتها بهذا الشكل هذا نتوما شفتو. المهم انا هنا راه خديت واحد شويه هنايا وخلطته مع صباغه كحله اكريليك كحله، نزيد واحد شويه بهذه الطريقه. المهم خلطته انا درت له صباغه اكريليك. المهم اي واحد فيكم عنده لاكريليك راه غيديرها. غير لاكريليك ما يكونش مزيود فيها لا ما لا والو، يعني تكون تبقى حتى هي باش تبقى ثقيله بحال هكا. هنا عندي غناخد هاد البوشوار هذا
انا غادي ندير ليه الكوله باش يولي لصق، وغادي نحطو من بعد نتلاقاو. هنايا غادي نجي ناخد هذا الوسط هذا، غنجي غنحط فيه هذا الرقم هذا بحال هكا، الطريقة غادي نلصق هنايا باش ما يبقاش يبان ليا. هيد هادي سد هنايا، انا غادي نخلي غير هاد ال 12 هادي. غنجي غادي ناخذ هذا وغادي نطلي. انا اللي ما عندوش الارقام يدير بها الطريقه هادي، وحتى هاد الارقام هادو راه ممكن تصاوبوهم، تاخذوا دوك البلاستيكات البيضين ديال المكتبه وراه تصاوبوهم. خليها شويه بحال هكا، يعني ما نحاولش نضغط عليها. غير شويه هنا ملي بغي نحيدو نحيدو غير بشويه، من زربش عليه. هيا رقم 12 هنايا، انا المهم غادي ندير هنايا 6، غادي نغسل هذا نحيدو، وغادي نجي غندير 6 هنا، وغندير 3 هنايا 9 هنايا، وغادي ندير 3 هنا، وغادي نخليه حتى ينشف. انا هنايا شنو غادي ندير هنا باش نخليها باش نزيد هذا سميتو نعطيها واحد اللمعه واحد شويه. انا عندي لي بايط هنا في الكحل، نزيد لها بحال هكا باش تعطي واحد اللمعان، لانه هاد البابي هذا كله هو كيلمع، فنزيدو نكملو هاد هذا، ونزيدو نيت هذا باش تزيد نيت تكحل بزاف، لانه هاد البايط هذا كحل فغيزيد يكحلها لينا. بحال هكا غادي نخليها بحال هكا دابا تتنشف، ومن بعد عاد غادي نشوسها باش نحيد منها هذاك. المهم كما قلت لكم انا غندير دابا هنايا 9، وغندير هنا 3، وغنجي ندير هنا وغندير 6 لتحت. من بعد غنشوف، يا اما غنكمل الارقام يا اما نقدر نخليها غير بهذيك الطريقه، ومن بعد غنطلقها. انا هنا من بعد ما درت لها الارقام هنا كما كتشوفوا درت لها غير هادو. دابا هنايا غادي نعبر الوسط ديالها، غادي ناخذ الوسط ديالها هنا وغادي نثقبو، ومن بعد غادي نركب له هاد الموتور ديالها هذا، ومن بعد ندير لها هادو باش كدور. يعني غادي يجي بحال هكا، وهذا غادي يركب هكا من تحت من الجمل هكا من تحت من هنايا صافي. من بعد المهم هنا دابا لحد الساعه هادشي اللي غادي ندير لها، ولكن باقا مازال تنفكر، يا اما نقدر نزيد لها شي حاجه هكا في الوسط. المهم انا حتى نشوف شنو اللي غيقدر يبان ليا فيها ونقدر نزيد. كانت غندير شي اضافه صرا غنديرها، ما كانش غادي نكتفي بهذا، وغادي تبقى عندنا الساعه ديالنا بحال ما كاين، يعني زوينه وشي حاجه اللي هي يعني صراحه يعني مخدوم هكا بليد وهذا، ويعني تقريبا غير مكلفه صراحه. واخا انا هاد البابيره ما كيتباعش هكا يعني كنظن واقيلا ما موجودش هكا طرافي، لانه ناس السيد صراحه باعوا ليا، يعني ماشي غير هذا. فهذا هو هذا سميتو، ولكن هو راه اللي بغى راه كياخذ الرولو تقريبا فيه ما عرفتش شحال من متر كبير بزاف. المهم هذا هو كما قلت لكم، هذه هي الساعه ديالنا. دابا انا غادي نخلي هادو حتى نشوفو نزل، مازال ما نشوفوش هي مزيان، ومن بعد غادي نشوف. كنت كما قلت لكم غنزيد لها، راني غادي نخدمها معكم، ما كانش راه غنكتفي بهادو، من بعد غادي نوريها لكم كيفاش ملي غتكون خدامه. اخواني اخواتي اسمحوا لي عفوا، واللي بغيت نقول لكم انا الساعه ديالنا هي كيفاش الشوكه كيفاش طلعت، طلعت زوينه وشي حاجه اللي هي بسيطه وغير مكلفه، يعني مجرد انا داك البابي بان يعني هذا تقدوه
المهم انا شو كيفاش درت ليه، يعني جاب الزواقه جات مقاده. هنا اللي بغيت نقول لكم، هنا كيمشي داكشي غير بالعبار فقط. الارقام انا يعني شفتهم، كنت غندير غير بعض الارقام ولكن بانت لي شويه خاويه، فقلت علاش نكملهم كاملين، فاضطريت اني كملت الارقام كلهم. وهنا الارقام راه دائما كنكتبهم، يعني ماشي كلهم في دقه واحده باش ما يخسروش لينا، لانه الا كنكتبوا دوك ربعه بربعه، يعني كناخذوا دائما 12 و9 و3 و6 كنخليهم حتى تنشفوا، من بعد نديروا ثاني اربعه اخرين، من بعد ثاني نديروا اربعه اخرين عاود. هنايا بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش هاد البوشوار، فتقدروا تاخذوا البلاستيكه ديال درهم من المكتبه وتشدوهم وتقطعوهم مربعات وديروا كل رقم بوحده، باش هكا يسهل عليكم نتوما الا بغيتوا ديروا الارقام باش ما تلقاوش فيهم مشكله. وهنا دائما تمشيو داكشي بالعبار، يعني يكون دائما خدام معكم السنتيم، يكون كتخدموا بالسنتيم، حيت باش يجيو الارقام ما يكونش الفرق ما بين رقم ورقم، يكون واحد لي سباس كبير بزاف ما بين الاخر لاخر، لا حيت الا ما مشاش داكشي بالارقام فما غيعطيكمش العبار مقاد. هنايا واخا انني هنا راه شويه واحد جوج جات شويه مجنبه، ولكن معليش المهمة ديالي، فتنشفت عاد بانت ليا مزيان، ما ديك الساعه ما بقاش مازال عندي كيفاش ندير حتى غادي نحيدها. هنايا بالنسبه للموتور ديال المكانه فراه تقريبا على حسب كل واحد شحال باش كيبيعوا، كل اللي كيبيعوا ب 30 درهم، كل اللي كيبيعوا ب 40 درهم، فانا واحد لقيتها كنا شريناهم في القريعه ب 40 درهم وكنا شريناهم ثاني ب 30 درهم. المهم هنا راه ربما غيكونوا متواجدين في كراج علال، بحق انا مازال ما مشيتش لكراج علال باش نشوف، يعني قلبوا عليهم راه كاينين. ملي تاخذوا الموتور باش مت هكا باش تعرفوا العبار، خذوا الموتور ملي تاخذوه خذوا مع دوك الموريات، يعني يكون ديولو، راه حيت بعض المرات يقدروا يعطيكم الموريات ملي تيكونوا ديال واحد اخر، فداك الشيء دائما ملي تمشيو خذوا العبار ديالهم، قول لي عطينا العبار ديالو، يعني هذا يصوبوا لكم، وعاد ولا ديو المكانه ملي تصوبوا نتوما ديوها وهكا ويركبها لكم. فهنايا كما دائما تنقول لكم هنا، وبالنسبه لاباجيسو فراه راكم شفتوها، راكم يعني صوبتها معكم. وبالنسبه للاخوات اللي عطيه الله شاركوا جدادات، فإلا بغاو لاباجيسو فيرجعوا لفيديو، راه انا راني حاطه لاباجيسو كيفاش كتصاوب المقادير ديالها، فمازال ان شاء الله غنخدم معكم في شي حوايج اخرين مازال يعني بها. فهنا كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، هنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى ان شاء الله توفيق الجميع، وتنقول لكم السلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله وفكره اخرى ان شاء الله.